السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية دقت أجراس الحرب من أجل توجيه ضربات مباشرة تجاه جماعة الحوثي في اليمن. التفاصيل هذه المرة نشرت في 24 ساعة الماضية من قبل مسؤولين مطلعين صرحوا بشكل مباشر لبلومبرغ، وتفاصيل إضافية عن هذه المسألة صدرت من قبل الواشنطن إكزامينر. وهذه التفاصيل تأتي مباشرة بعد إعلان رسمي من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من داخل مملكة البحرين، أعلن بشكل رسمي عن حلف جديد موجه ضد جماعة الحوثي في اليمن، وأطلقوا عليه اسم عملية حارس الازدهار. وهذا الحلف هو مكون بشكل علني ورسمي من قبل 10 دول، أهم هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط، ومن دول منطقة الشرق الأوسط هي مملكة البحرين كما تلاحظون. لا بل إن هنالك مسؤول أمريكي في البنتاغون في وزارة الدفاع الأمريكية صرح بشكل رسمي كما نشرت الأسوشيتد بريس بأن هنالك دول أخرى قد انضمت لهذا الحلف ولكنها لا تريد الإعلان عن نفسها. ولارا سيليجمان وهي واحدة من أهم الصحفيات في بوليتيكو في وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد قالت بأن هذه الدول التي لم تعلن عن نفسها هي عبارة عن 19 دولة، أي بالمجمل هذا الحلف مكون من 29 دولة ضد الحوثيين والتصعيد الحوثي الذي نراه على مستوى البحر الأحمر ومضيق باب المندب وكذلك خليج عدن. بالإضافة إلى هذا الأمر فإن حاملة الطائرات العملاقة USS دوايت آيزنهاور أصبحت حاضرة في المنطقة قبالة السواحل اليمنية الآن بحسب أمتي أندرسون الذي أكد بهذا الشكل في 48 ساعة الماضية تحديدا في 18 ديسمبر. أظهر صورا واضحة لحاملة الطائرات الأمريكية وهي تقف هنا لا تتحرك أبدا أمام السواحل طبعا اليمنية، وبأن حاملة الطائرات الأمريكية هي على بعد تقريبا 142 كيلومترا من جيبوتي. وهذا يعني أن حاملة الطائرات بعد أن تركت الخليج العربي وجاءت بسرعة كبيرة للغاية في الأيام القليلة الماضية باتجاه عمان على السواحل طبعا العمانية قبالة صلالة تقريبا في 16 كما تلاحظون من ديسمبر، وصلت الآن في 18 ديسمبر في 48 ساعة طبعا، وبعد 48 ساعة أصبحت حاضرة هنا في هذه المنطقة قبالة السواحل اليمنية كما تلاحظون. بل إن هنالك إضافة لمدمرة أخرى قد دخلت إلى منطقة العمليات، نتحدث هنا عن USS لبون الأمريكية التي أصبحت متواجدة الآن في البحر الأحمر، وهذا يعني بأنها انضمت إلى المدمرة USS كارني وكذلك ل USS ميسن ومدمرات أمريكية أخرى موجودة في هذه المنطقة. و USS لبون حتى 24 ساعة الماضية كانت حاضرة وأصبحت حاضرة هنا بحسب انتشار السفن الحربية ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما للعالم، العديد من الدول أصبحت موجودة هنا كما تلاحظون في هذه النقطة تحديدا. ولاحظ الانتشار الكبير الذي يأتي حول جماعة الحوثي وحول اليمن تحديدا، انتشار هائل للغاية. تحدثنا عن المدمرات الموجودة هنا في البحر الأحمر، وتحدثنا كذلك عن حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور والمدمرات وطرادات الصواريخ طبعا الموجودة في هذه المنطقة. تلاحظ تحشيد هائل للغاية مع إعلان حلف واضح تجاه جماعة الحوثي. التفاصيل التي جاءت في بلومبرغ هنا قالت بأن المسألة لا تعتمد فقط على القضية الدفاعية، بل تحدثت بأن هذا الحلف سيشمل أيضا عمليات وضربات محتملة ومباشرة على جماعة الحوثي. والهدف هنا من هذه الضربات هي ليس للقضاء على جماعة الحوثي أو على سبيل المثال احتلال صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، لا أبدا. الهدف هو استهداف قدرات جماعة الحوثي وشل قدرات جماعة الحوثي التي تستخدمه والذي تستخدمه طبعا جماعة الحوثي في استهداف سفن الشحن الموجودة في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو حتى خليج عدن. بمعنى آخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الحلف المكون من 29 دولة هم يبحثون عن استهداف القدرات الصاروخية، صواريخ بالستية، صواريخ مضادة للسفن، مناطق أو منصات لإطلاق هذه الصواريخ أو حتى مستودعات لهذه الصواريخ ستكون هي الهدف الأساسي بالنسبة لهذا الحلف. بالإضافة إلى ذلك أيضا يجب أن لا ننسى الطائرات
الطائرات المسيرة ومستودعاتها ونقاط انطلاقها. طبعا هي ستعتبر هدفا بالنسبة لجماعة الحوثي تحديدا، وهذا الأمر هو يعتبر خطر وخطر للغاية على هذه الجماعة، بالإضافة إلى ذلك بأن هذا قد يعني أيضا استهداف لميناء الحديدة، وخاصة أن هذا الميناء تستخدمه جماعة الحوثي كنقطة انطلاق لاحتجاز السفن القادمة طبعا هنا من قناة السويس إلى مضيق باب المندب، أو العكس من مضيق باب المندب إلى قناة السويس. والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعمل بشكل سريع وكبير لإعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب، يعني أن هنالك ضغطا ماديا كبيرا سيكون أيضا على جماعة الحوثي على مستوى التمويل وغيرها، وهذا يفتح بابا كبيرا وفرصة كبيرة للغاية بالنسبة للحكومة الشرعية اليمنية وألوية العمالقة لاستغلال هذا الموقف. هم يسيطرون على 70% من اليمن، وجماعة الحوثي تسيطر على ما يعادل طبعا 30%. بالتالي ممكن مع هذه الظروف الصعبة على جماعة الحوثي القادمة، ممكن للحكومة الشرعية التي تسلمت دعوة في الانضمام لهذا الحلف الذي نتحدث عنه أن يدخلون مباشرة ويضغطون على جماعة الحوثي للسيطرة على المزيد من النسبة المئوية المتبقية لهم في هذه المنطقة، إن كانت على مستوى إب وإن كانت على مستوى شرقي وغربي كذلك تعز وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، أو حتى أبعاد جماعة الحوثي من تهديد مأرب النفطية المهمة الاستراتيجية بالنسبة للحكومة الشرعية بشكل خاص. وبالتالي هنا نرى ظروف كبيرة للغاية، والولايات المتحدة الأمريكية وهذا الحلف مضطر فعلا لفعل شيء تجاه جماعة الحوثي بشكل مباشر، وذلك لأن سفن الشحن قد تغير وضعها في هذه المنطقة على مستوى البحر الأحمر على سبيل المثال. فشركات الشحن التي ترونها أمامكم هنا، نتحدث عن 5 شركات، ميرسك أو حتى إيفرغرين وغيرها من هذه الشركات المهمة، توقفت تماما عن الشحن في البحر الأحمر وغيرت مسارها تماما الآن بشكل رسمي. بعض من هذه الشركات غيرت المسار لمدة 2 أسبوع بسبب التهديدات من جماعة الحوثي لسفنهم المتجهة لإسرائيل أو المتجهة لأوروبا بشكل عام. فبعض هذه الاستهدافات قد جاء بشكل مباشر على سفن هي ليست إسرائيلية ولا علاقة لإسرائيل بها، ولا هي متجهة أساسا لإسرائيل أو قادمة من إسرائيل، مع ذلك هي استهدفت. بالتالي هذه الشركات اتخذت قرارا بنقل شحناتها هنا من جنوب أفريقيا بدلا من اتجاه طبعا من البحر الأحمر إلى قناة السويس، وهذا يأتي هنا بهذا الاتجاه إلى منطقة رأس الرجاء الصالح هنا بهذا الاتجاه لتذهب إلى أوروبا مباشرة إلى مضيق جبل طارق، وهذا يعني ارتفاع أسعار الشحن، يعني ببساطة ارتفاع المواد المنقولة حتى وإن كانت نفطية، ويعني ضغطا كبيرا للغاية ليس فقط على إسرائيل وإنما على أوروبا، لأننا كما تحدثنا بعض هذه السفن ليست مرتبطة بإسرائيل وليست متجهة لإسرائيل، وهذا هو الذي يضع الولايات المتحدة في موقف مختلف تماما. بعض الشركات على سبيل المثال OOCL التي ترونها هنا من شركات الشحن أبقت على وضعها في البحر الأحمر، ولكنها أوقفت مسألة إرسال الشحنات إلى إسرائيل من وإلى إسرائيل، الأمر الذي رحبت به طبعا جماعة الحوثي بشكل مباشر وواضح. ولكن هذا يضرب تماما الحليف الأقوى والأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. بالتالي الولايات المتحدة كما تحدثنا ونتحدث الآن هي مضطرة للقيام بعمليات مباشرة على جماعة الحوثي على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي لشل قدرات هذه الجماعة، لكن المسألة لن تكون سهلة على الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل هذه الترتيبات الهائلة للغاية. فمن موقع حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور كما هو ظاهر هنا في القمر الصناعي، فإن نقطة وجودها تقريبا تأتي بالقرب وقريبة من ميناء بربرة في الصومال كما تلاحظون، كما تحدثنا هي قريبة أيضا من جيبوتي، أي بمعنى آخر بأن حاملة الطائرات الأمريكية تتواجد هنا في هذه المنطقة، وهذا هو الميناء وهو ميناء بربرة، وهذا يعني بأن حاملة الطائرات الأمريكية تبعد ما يقارب 283 كيلومترا فقط عن مناطق سيطرة جماعة الحوثي إذا ما أخذنا على سبيل المثال إب، فهذه المنطقة هي لا تبعد إلا 283 كيلومترا من مناطق سيطرة جماعة الحوثي
الحوثي التي تسيطر ليس فقط على إب وإنما ما بعد إب أيضا باتجاه تعز. تعز تسيطر عليها وعلى المدينة طبعا الحكومة الشرعية، ولكن جماعة الحوثي هنا ليست بالبعيدة أبدا. وهذا النطاق الذي نتحدث عنه هو ليس بالمشكلة أبدا، هو يعتبر من المديات العسكرية السهلة جدا بالنسبة لجماعة الحوثي على المستوى الصاروخي، إن كانت صواريخها البالستية أو الصواريخ المضادة للسفن أو حتى طائراتها المسيرة التي تستطيع بالوصول إلى مديات 1500 و1600 بل حتى 2000 كيلومتر لتحقق أهدافها. بالتالي هذا يعني أن حاملة الطائرات الأمريكية ممكن جدا أن تكون تحت الاستهداف من قبل جماعة الحوثي هي والمدمرات الموجودة في هذه المنطقة أو حتى على مستوى طبعا البحر الأحمر. هذه ليست بالمشكلة بالنسبة لهم، وإن كانت نسبة تحقيقهم إصابة على حاملة الطائرات أو المدمرات الأمريكية قريبة من 0% بسبب التقنيات العالية الدفاعية الموجودة لدى حاملة الطائرات والمدمرات الأمريكية، إلا أن هذا ممكنا وهذا الاستهداف ممكن أن يحدث من قبل جماعة الحوثي. بالإضافة إلى ذلك أن فقط الاستهداف من جماعة الحوثي هو مسألة كبيرة بالنسبة للبنتاغون. بحسب بوليتيكو الأمريكية تحدثت في 24 ساعة الماضية بأن هنالك مشكلة على مستوى النفقات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في عملية التصدي للهجمات من الطائرات المسيرة لجماعة الحوثي. الطائرات المسيرة لجماعة الحوثي يصل سعرها تقريبا 2000 دولار فقط من عملية لكي تستهدف مدمرة أمريكية، مبلغها عالي للغاية، ولكن الصواريخ التي تتصدى لهذه الطائرات المسيرة تصل قيمتها إلى 2.1 مليون دولار للصاروخ الواحد. لاحظ فرق القيمة الكبير بين سعر الطائرة المسيرة 2000 دولار مقابل 2.1 مليون دولار للصاروخ الواحد الذي يستخدم في التصدي لهذه الطائرة المسيرة. بالتالي هنالك نفقة خطيرة وهائلة وإنفاق هائل على الولايات المتحدة عندما تتصدى لهذه الطائرات المسيرة. وإن كان هنالك كما تحدثنا استهداف ورغبة للاستهداف لقدرات جماعة الحوثي، إلا أن جماعة الحوثي هنا وإذا ما تحدثنا عن صنعاء والمناطق المحيطة بها هي كلها عبارة عن مناطق جبلية وعلى الطريقة الإيرانية تماما. مصانع الطائرات المسيرة، الصواريخ البالستية وغيرها كلها تأتي تحت الجبال، وبالتالي أيضا مسألة استهداف القدرات بشكل كامل ليس بالسهل أبدا. وممكن لجماعة الحوثي إذا ما اندلعت الأمور بشكل كبير اتجاهها فهي أيضا ممكن أن تعتبر من 19 دولة من الدول التي لم تعلن نفسها وأصبحت من ضمن هذا الحلف. ممكن ببساطة أن تقول السعودية هي واحدة من هذه الدول وتبدأ باستهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي هنا تشعل الأمور بشكل كبير على السفن، على القطع البحرية الأمريكية وغيرها، وليس لديهم مشكلة في التصعيد بهذا الاتجاه. حتى أن التصريحات الرسمية من جماعة الحوثي على سبيل المثال من زعيم جماعة الحوثي بنفسه وهو عبد الملك الحوثي كان قد تحدث اليوم بخطاب مباشر عن هذه المسألة، قال بأن الجماعة ستجعل البوارج أو ستجعل البوارج الأمريكية هدفا لصواريخها، وذلك عقاب إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف بحري لصد الهجمات في البحر الأحمر. قال سنستهدف البوارج، سنستهدف الأمريكيين وليس لدينا مشكلة في هذه المسألة. تلاحظ هنا لا يشعرون بالضغط، جماعة الحوثي لا تشعر بالضغط رغم كل ما يجري بسبب العوامل التي ذكرناها طبعا بشكل واضح. وأيضا أن الجانب الإيراني بدأ يساند جماعة الحوثي مع إعلان الحلف، ومع إعلان الحلف من وزير الدفاع الأمريكي وهو عملية حارس الازدهار، قالت الحرس أو قال الحرس الثوري الإيراني أعلن بشكل مباشر عن وحدة البسيج البحرية ردا على هذا الحلف، وقالوا بأن هذه الوحدة قادرة على القيام بعمليات عبر السفن الكبيرة أو الخفيفة وصولا إلى شواطئ تنزانيا. ليس لدينا مشكلة في التصعيد بشكل كبير تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يجعل جماعة الحوثي مستمرة ولا تشعر بالردع أبدا في مهاجمة السفن النفطية وغيرها المتجهة لإسرائيل أو الغير متجهة لإسرائيل
بهذا الشكل وبهذا الإعلان. كما تلاحظون كان هنالك إعلانا في 48 ساعة الماضية رغم كل هذا الضغط الذي ذكرناه الآن. العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي أعلن عن استهداف لسفينتين، أكدت هذه التفاصيل طبعا القيادة المركزية الأمريكية، وهذه ناقلتين للنفط والمواد الكيميائية، وهي كما تلاحظون هنا سوان أتلانتيك هي كانت واحدة من التي استهدفت وضربت بشكل مباشر. وبالتالي جماعة الحوثي مستمرة ولا تشعر بالضغط أبدا رغم حلف كبير قد تشكل ضدها. وطبعا مثل هذا الحلف رأيناه ضد تنظيم داعش الإرهابي، ورأيناه ضد العديد من الأطراف الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها، ورأينا ما جرى في أوكرانيا من دعم كبير لأوكرانيا. بعض الدول تشعر بالضغط ولكن جماعة الحوثي لا تشعر بالضغط أبدا، وهذا هو الذي يوضح أن الأمور لن تكون سهلة بالتأكيد.